شيئا فشيئا تضيق المسافة الفاصلة بين الحياة والموت، بين التهديد والقتل، ويصول الباطل ويجول مع كل رصاصة يطلقها الحوثيون على جسد بريء ومظلوم في اليمن المنكوب بوجودهم ونفوذهم. أما مع اعتصام نفذه 6 موظفين في مقر تابع لشركة توتال الفرنسية بصنعاء، استدعت ميليشيا الحوثي مسلحين تابعين لها من قسم شرطة مدينة حد السكنية، لينتهي الأمر بقتل 3 معتصمين وجرح 1 منهم واعتقال 2 آخرين. فتأتي الرسالة بهذه القسوة لكل من يفكر في المطالبة بمرتبه أو حقوقه. لم يكن للأمر علاقة بتنفيذ القانون أو بأي شكل من أشكال احترام القانون، فهذا العمل الإجرامي استباح دماء معتصمين سلميين ليس بأيديهم سلاح ولا يهددون حياة أحد. وترافق في الآن نفسه مع أعمال نهب قامت به القوة الأمنية التابعة للميليشيا لمحتويات المقر التابع للشركة الفرنسية. الحادث نشر الرعب في العاصمة المنكوبة وولد ردات فعل مشلولة تجاه هذا الحادث الذي اجتهدت الميليشيا في تعويم أسبابه ودوافعه، فيما تصمت المنظمات الحقوقية صمتا مريبا في وقت لا يعتبر هذا الفعل معزولا مع توالي حدوث جرائم مشابهة له وأشد حدثت ولا تزال تحدث على امتداد نفوذ الانقلابيين في البلاد. وفي منطقة السحول تعرضت عائلة المواطن محمد عبد الكريم للترويع والنهب والسلب تحت طائلة السلاح بعد أن نجا رب البيت من موت محقق. وفوق هذا وذاك لم تتوقف أعمال القنص التي تقتل العشرات في المناطق التي بلغتها الميليشيا المعتدية، وهناك العشرات يموتون نتيجة سرع مئات آلاف الألغام المضادة للأفراد والآليات، إلى جانب أعمال التفجير التي لا تتوقف للمنازل والمساجد، وجميعها تشير إلى مجرم لا يتورع عن القتل والتدمير والتفجير.